قولي لي قاسي، حسيت بشي؟ أكيد حست جلنار وسألتني 100 سؤال. سألتني إذا بعرف عنك شي أو إذا شفناكي إجيتي على اسطنبول. كمان صارت تقول إنه رح نندم إذا بتحس إنه نحن عم نخبي عليها شي. كتير صعب نلاقي بهالوقت تذكرة لملاطيا، وأكيد الرحلة الأخيرة راحت. طيب شوف غير مكان يا صالح، أكيد مو ضروري تجيب التذكرة من نفس الشركة. بدي إياك تروح فورا على كل الشركات وتسألهم. المهم عندي جيب لي هاي التذكرة وبس. ليش هيك عم تساوي؟ لا تتدخل فيني، اتركني. مو من شاني عم بحكي، من شان أبوك. إذا شافك بهالحالة بيقيم لي قيامة. خليه يشوفني، أصلا مالي خايف منه أنا. بابا عمو لا تدافع عنه بنوب، أنا بعرف شو في عندي. هالبني آدم ما بصير زلمة لو شو ما صار. بكفي بقى بكفي، هاتوا لهد. كل همك هو هاي السيارة؟ الشي الوحيد اللي همك هاي السيارة مو؟ طيب رح فرجيكم شو رح أعمل هلا. أنا رح فرجيكم. تعال هولو. لا طلع فيني قدرة واسمعني، لا تخاف من أي شي، ما رح خلي حدا يأذيك. طلع فيني، سمعتني شو حكيت؟ قدرات، أنا صرت مجرم أمي. قلت لك اهدى بقى. شوف ابني هذا كان حادث، أنت ما إلك ذنب فيه بنوب. خلصنا، شد حيلك شوي ابني ولا تخاف. خلصنا. شو عم تعمل هون أنت؟ أسماء اهدي لو سمحتي، قدرة رح يطق من كتر البكي، هو كتير خايف على ياسين. خايف على ياسين لكان؟ أسماء بنتي تعال شوف، امشي. أسماء لوين أخذتي؟ تركي إيده للولد. امشي أسماء. أسماء. عم تقول خايف على أخي؟ تركي إيدي. ليش؟ مو قلت طول الوقت عم تبكي؟ ومن شان هيك جيت لهون؟ امشي قلتلك. يا رب ما بحسن خبي أي شي عنك. أنت بتعرف اللي صار، حتى شايف كل شي. الندم اللي بقلبي ما حدا غيرك بيعرفه. يا رب من شان ابني يعيش، خليت هالمرة تعيش كلها سنين متحسرة على أولادها. أنا ما حسنت إني أتجاوز هالامتحان. لا تختبر حدا بولاده اللي هن أغلى شي عنده. أنا مستحي إني أطلب منك السماح يا رب، بس بترجاك إنك تساعد هالمرأة. صحيح بعدين اجتمعت بولادها، بس لا تخليها هلأ تتحسر على ابنها. وش في لابنها يا ياسين؟ يا الله، كل واحد عنده أولاد تحميله ياهن يا رب. يا رب ترجاك تسمعني، عافي لي ابني ياسين، لا تختبرني بحسرة أولادي يا ربي. إذا بدهم لا يقولوا لي يا أمي، خليهم يفكروني مجرمة ومرة سيئة كمان، بس أعرف إنهم بخير. خذ من عمري واعطيهم يا رب، لا تدوقني فقدانهم وتخلي قلبي يحترق عليهم. خالي عائشة شو عم تساوي هون؟ عم بدعي مشان خالك يا روحي. أنا كمان دعيت له كتير لخالي،
بعرف إنه الله بيتقبل دعاء الأولاد. أمي على طول هيك بتقلي. صح مزبوط بنتي. طيب ارجعي دعيله لخالك. الله يشفيه ويعافي. لو سمحتي ابني منيح؟ صرنا ساعات عم نستنى وما حدا طلع وطمنا عنه. الدكتور بعد العملية بشرح لكم كل شيء. ايه بس بنتي امتى رح تخلص العملية؟ رح نموت من خوفنا. طولي بالك خالي، انت بس ادعيله. روز تعالي لعندي بنتي. الخالة عائشة كانت عم تدعي لخاله أمي. هي بتحبنا كتير وأنا بحبها كمان. لا عادت بعدي عني فهمتي؟ عم عمر إجا لعنا. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا أسماء. شفتيها لأسماء كيف جنت؟ بالزور خلصت قدرت من إيديها، مصرة أنه تدعي عليه. شو بدنا نعمل يا أمل؟ أختي كرمال الله شبكي، معقولة خايفة من هيك وحدة؟ بس يطلع ياسين من العملية معافى الباقي كله سهل، لا تخافي. كيف ما بدك يعني خاف أمل؟ هي حاطة ببالها الموضوع ومصرة أنه بدها تدعي عليه. إذا ما تراجعت قدرة أكيد رح ينحبس. ما فيني أترك القصة هيك للحظ. ساوي أي شيء. أمي أنا ما بقدر على الحبس، خالتي ساعديني من شان الله. أنا مستحيل أعمل هيك، أصلاً كان حادث صدقيني. خلص لا تخاف، ما رح تنحبس ولا شيء. إذا عملت مثل ما رح أقلك ساعتها متأكدة إنك رح تنفض من دون عقوبة، أو بأسوأ الاحتمالات بتدفع غرامة مالية وبتخلص من الموضوع. طيب وإذا مات شو الحل؟ لا سمح الله قدرت حبيبي، لا تقول هيك، لا تفكر بهي الطريقة. بإذن الله ما رح يصير هيك شيء بنوب. تمام، هلأ المهم هو أقوال قدرت وأنتوا لا تفكروا بالباقي. إذا صار وسألتك الشرطة عن القصة تحكي بالضبط كل شيء اتفقنا عليه بالبيت، تمام؟ أنت وياسين مثل الإخوات على طول، وقبل الحادث ما صار لا نقاش ولا شيء. وأنت طالع بالسيارة ما شفت ياسين وراك وضربته بالغلط، يعني كان حادث وما عملت شيء قصدا. خالتي طبعا ما سويت هيك قصدا. لك ليش لا أضرب ياسين؟ مزبوط منتخانق كتير بس مستحيل أعمل هيك شيء. أنا واثقة من هالحكي، بس مع هالشي لا تنسى شو قلتلك. ابني اسمع اللي قالته خالتك وبس، تمام؟ ومنشوف بعدين شو رح يصير. حتى انتو مو مصدقيني حبيبي. معقولة تحكي هيك؟ نحن طبعا مصدقينك، بس من شان مصلحتك لازم نخبي بعض الامور عن الشرطة، فهمت يا ابني؟ يلا امل قومي تعي، خلينا نحكي مع اسماء مرة تانية، بلكي بتكون هديت شوي. انت خليك هون ولا تروح لمكان، ماشي؟ ما منطول عليك. روق تعالي معي شوي. شوفي بنتي، لا عاد تقولي بنتي، كم مرة قلت لك لا تقولي لي هالكلمة؟ شايفة كيف جبتي معك المصايب؟ شايفة ولا لا؟ من وقت ما أجيتي لهون ما عاد ارتاح بالنا. روحي واطلعي من حياتنا بقى. خليني بالأول أطمن على ياسين وقدرت، ما بصير اثنين إخوة. قصدي إنه هن مثل الإخوة وما بصير يتعاملوا مع بعضهم بهالطريقة. سهر لا تطلبي مني روح لأطمن عليه. أصلاً كله منك، مالك ملاحظة يعني؟ من لما أجيتي وعمي ماله مبسوط، تعصيبه كله منك وعم يطلعوا على قدرت. بعرف قدرة بيستاهل وماله قليل، بس بحياتنا ما صار هالشي معنا لوقت ما أجيتي. قبل 20 سنة أنت دمرتي حياتنا،
ما رح اسمح لك تدمريها مرة تانية شو ما صار. وشك الحقيقي انا اللي بعرفه، مستحيل تقدري تخدعيني بدموعك هاي. بعد الشيء اللي عايشتينا يا ما بحق لك انك تبكي بنوم، تركينا بحالنا بقى. مثل ما بدك، انا رح روح من هون، بس اسمحي لي اني ضل وقت ما اعرف انه ياسين بخير. بوعدك انه ما عاد تشوفيني بعدين، بشوفكن من بعيد. معناتها روحي واستني بغير مكان، ما بدي اشوفك عم تحومي حوالينا. أنا رح أعمل كل يلي بقدر عليه. عن جد شكراً كتير، بس ما بصير مشاكل بينك وبين أمل ما هيك؟ لأنه أنتوا الاثنين متفقين مع بعض، أكيد هي رح توقف مع ابن أختها. ليك إذا بده يصير مشاكل. لا لا تاكلي هم، مستحيل يصير شيء. بصراحة أنا وأمل متفقين إنه ما نخلط أبداً بين مشاعرنا وشغلنا، حتى لو كنا بالمحكمة ضد بعض. أهم شيء لقلنا إنه العدالة تاخد مجراها. لا تاكلي هم بنوب، أمل كمان رح تحكم على الموضوع بشكل عادل. إن شاء الله يكون مثل ما عم تقول. لا تضايقي حالك بهالموضوع، أول شي خلينا نطمن على أخوكي وبعدين منشوف شو لازم نساوي. شكراً كتير إلك، وهلأ عن إذنك بدي شوف أختي. تمام، وأنا رح ضل هون. سهر بنتي، أنت أختها الكبيرة، أسماء بترد عليكي، بترجاكي تحكي معها وتقنعيها ما تخليها تشتكي على قدرة. أنت شفتي بعينك وكنتي شاهدة إنه اللي صار كان مجرد حادث. يا ربي داود، لو سمحت احكي لك شي كلمة. كرمال الله يا نوال حاجة، اتركي الولاد بحالهم بقى، بس ابن أخي ياسين يطلع من العملية معافى منقعد منحكي اللي بدكن. يا إذا خسرنا ياسين شو رح نعمل؟ أنت شو رح يكون موقفك؟ وقتها بدك نقول كمان إنه كان حادث ونسكر على القصة؟ لا تواخذيني، أنا ما بحسن أحكي مع أسماء قبل ما أطمن على ياسين. أسماء بنتي تعالي خلينا نحكي شوي، ما بدي إياكي تتسرعي وتاخدي هيك قرار وإنتي معصبة. عن شو بدنا نحكي يا مرت عمي؟ أصلاً مو أنا المذنبة، ابنك المذنب. قدرة رح يتعاقب على كل شي سوا. اهدي شوي أسماء، قدرة أكيد ما عمل هالشي قصداً، وأنت بتعرفي إنه كان حادث. لا تكبري الموضوع وكأنه ساحب سلاحه ومقوصه. وبعدين يلي بيصير بالعيلة بضل جواتها، من وين طلعتي لي بهالشكوى؟ حضرتك عم تحكي هذا الحكي بالوقت يلي أخي موجود جوا بين الحياة والموت؟ شو هالإحساس يلي عندكم؟ شو قلة هالذوق تبعكم؟ كنت رح أستنى العملية تخلص، بس أنا هلأ رايح أقول للشرطة. طلعي فيني أسماء، أنت لسه ما شفتي وشي الحقيقي. رح دافع عنه ضدكن بالمحكمة، صدقيني بلبسكن القضية كلها وبدمرك ساعتها أنت وأخواتك. يلا تفضلي روحي اشتكي. أنت شو عم تقولي أبداً؟ عمر، أنت شو يلي جابك لهون؟ أنا اتصلت فيه، أخي هلأ بحاجة كتير لمحامي شاطر يدافع عن قضيته. أنا مالي خارج حبس، أنا ما عملت شيء، ما بدي فوت على الحبس، أنا ما ضربت حدا، ما عملت هالشي قصداً. قولي لي أنت كيف بتحكي بهالطريقة أمل؟ شو هالمحامية هي؟ أنت كنت عم تهددي أسماء. ما كنت عم هددها ولا شيء، أنت فهمان القصة غلط. سمعتك بإذني، شو يلي فهمته غلط؟ ممكن تسمع القصة من قدرة قبل ما تحكي هيك عمر؟ أسماء بدها تشتكي على ابن عمها، برأيك معقول هالشي؟ هنن مالهم أعداء في بيناتهم دم، هدول ولاد عم، بسبب مشكلة صغيرة ممكن تنحل من دون ما تكبر، رح تفرق العيلة وتعمل مشاكل. لو حدا غيرك عم يحكي بقول عنه جاهل وما برد عليه، بس انت محامية يا أمل. حتى لو كان حادث، في شاب متضرر بالمشفى وما منعرف مين المذنب، يعني مو انت اللي بتقرري، المحكمة هي اللي بتقرر.
والتصرف اللي عملتيه مانو صح ابدا. انت بهالطريقه عم تهددي مثل محامين المافيا بالضبط. وين قدرات؟ قدرات، قدرات ابني لوين بدك تروح؟ قدرات، حضرة الشرطة لو سمحت اسمع شو بدي اقول. ما في داعي تبلشوا بأي اجراء، هو كان حادث ماله جريمة. لو سمحت اعطينا شوية وقت لنحل الموضوع بيناتنا وبعدين خذ اجراءاتك. اذا الست اسماء اصرت على الشكوى ما بيطلع بايدنا نساوي شيء. طيب ولا يهمك. أنا آسفة كتير لأني عصبت عليكي قبل شوي، حتى أنا مالي مصدقة كيف حكيت هيك. بيجوز لأنه القصة بتخص ابن أختي ما حسنت أضبط حالي، وأنتي كمان تصرفتي بعواطفك ومعك حق، بس الموضوع مهم كتير وضروري نفكر منيح شو لازم نعمل. والله لما بشوف أخي عم بيموت قدامي وقتها أنا مستحيل أسأل عن أي حدا. قدرة لازم يتحمل عقوبة يلي ساوى. عمر احكي لك شي كلمة، سمعت اللي قالته؟ هدول اخوة اكتر ما يكونوا ولاد عم، معقول اخي يشتكي على اخوه؟ واكيد ما رح نرضى انه قدرة ينحبس بسبب حادث مانو مقصود. اذا كان بالفعل مجرد حادث ما رح يكون في مشكلة بنوب، بس اذا كان عامل هالشي قصدا صدقيني انه المجرم رح ياخد جزاء. سمعتي منيح، مو عم تقولي قدرة بريء ومو بقصده؟ فما في داعي تخافي عليك لهالقد. قدرات، يا ربي وينو هاد الولد؟ خلص اهدي يا ويلي، انا هدول الولاد رح يروحوا لي ابني. انا اللي فتحت لهم بيتي طول هالسنين وعملت كل شي بقدر عليه كرمالهم لحتى ما يحسوا بفقدان امهم وابوهم، بس شوفي كيف ردوا المعروف بالنهاية. خلص اختي اهدي شوي، بس الظاهر اني كنت عم ربي حيه ببيتي. طولي بالك مرت عمو، نحنا ما مننكر افضالك علينا، نتشكرك كتير. بس لا تنسي هلأ انه حياة اخي بخطر، اذا ياسين صار له شي وقتها ابنك قدرات وانت كيف رح تقدروا تعيشوا بهالذنب؟ فكرتوا بالموضوع؟ بعتقد هذا اسمه حادث، مالي مصدقة كيف عم تعاملوا قدرته كأنه مجرم ومتقصد يقتله. طمنيني إن شاء الله تكوني مبسوطة هلأ نوال خانم، شفتي دلالك لإله لوين وصلنا؟ لو ما تركتيه على هواه ما كان صار يلي صار، وياسين بين الحياة والموت بسببكن. سهر، أنت ممكن تفهمي حالتي مو مثل أختك أسماء، لأنه أنت كمان أم، إذا لا سمح الله بنتك صار لها شي فوراً بتحاولي تعملي كل شي بيطلع بإيدك لحتى تنقذيها. بترجاكي يا بنتي إذا إلي عندك شوية خاطر احكي مع أسماء واقنعيها ما تشتكي على قدرة، خليها تتراجع عن هالفكرة. أسماء، أسماء، أسماء حبيبتي وقفي شوي، لو سمحتي قلي لي إنك ما اشتكيتي على ابني قدرة. لكن مرت عمي أنا سويت الشي الصحيح.
اختي اختي نوال. نوال خانم. خالتي فهميني، ليش عم تلحقيني؟ انت شو بدك مني؟ ابني خلينا نرجع على المشفى. ليك اخوك ياسين لهلا ما طلع من العمليه، معقوله مالك قلقان عليه؟ شو عم تساوي هون؟ يلا امشي معي. اوف اتركيني، شو لك علاقه؟ لا تتدخلي فيني، يلا احملي حالك وروحي لعند ياسين، تركيني بحالي بدي روح. ابني انت عم تغلط. اوف خلص حلي عني. قدرات ابني انت عم تغلط بحق حالك، انا فهمان عليك، عم تدور على حل الموضوع بالشرب لانك حاسس بالذنب، بس هاد غلط يا قدرات، لا تعمل هيك بحالك. يلا تعال، عيلتك عم تستناك هنيك، هن جاهزين يساووا كل شي ليخلصوك من هالمشكلة. يلا ابني رجع لعندن ولا تروح. قال عيلتي قال، حاجتك مسخرة، لو بيطلع بإيدن لقتلوني من زمان. ما في حدا بيحبني هنيك غير أمي وبس. لا ابني لا تقول هيك، لا تاخد على خاطرك من أسماء، هي كانت معصبة كتير. يلا خلينا نروح أنا وياك لهني. تركيني بحالي بقى، مين أنتي لتكوني أبي ولا أمي لتتدخلي فيني؟ ابني يلا تعال. ايه حلي عني بقى. قدرات واقف لا تروح. قدرات يا روحي أنا، آخ يا ابني آخ، بدهم يضيعوا له مستقبله لقدرات، رح يدمروا له حياته. مسكين يا ابني، يعني شو هالذنب اللي ارتكبته لتقضي أحلى سنين حياتك بالسجن؟ قلبي عم يحترق عليك يا روحي. قدرات وينه؟ قدرات اهدي، ليكونوا اجوا أخدوه. وينه قدرات؟ وينه؟ أختي طولي بالك، ما أجت الشرطة ولا حدا أخده، قدرت تحت بالكافيه. خلينا نطلع لبرا شوي، بتشمي هوا نظيف وبترتاحي. منيح، أصلاً وأنا كمان حاس حالي رح اختنق. يلا قومي تعال. امشي خلينا نطلع لبرا. يلا يلا امشي حبيبتي. يلا لا تقلقي، أخده قدرت. لا أختي لا. يلا يلا امشي عمالك. طولي بالك أسماء، يمكن غلط اللي عم نساوي، صح أنا متضايقة كتير من قدرات، بس يلي صار كان حادث وهو ما بيتمنى يصير هيك. قدرات بالنهاية ابن عمنا، كمان متضايقة عليه. شو رأيك تتراجعي عن فكرة الشكوى؟ شوفي مرت عمك قديشها مقهورة. شبك أختي، بس ما تكوني ضعفتي، يعني معقولة تكوني صدقتيها وكأنك ما بتعرفيها لمرت عمي؟ طول هالسنين عم نتحمل تصرفاتها معنا وساكتين وما عم نساوي شي، وخبينا وجعنا وقهرنا بقلبنا، صار الوقت لتنقهر شوي. بالوقت يلي أخي بين الموت والحياة، ما عندي استعداد فكر بمشاعر أي حدا، خليها تعاني مثلنا. تعالي داود، لو سمحت روحوا احكي مع اسماء واقنعها منشان ما تشتكي على قدرات، بسبب قدرات ممكن يقضي كل عمره بالسجن، وانا بعرفه لابني ما راح يتحمل، صدقني بجن. ايه بعرف، وانا كمان مقهور، بس شو بدي الا للبنت؟ بعدين اسماء معها حق، بالنهايه هي بدها تعاقب الشخص يلي ازال اخوها. من جهه ابني ومن جهه ابن اخي، مين بدي اختار؟ طبعاً بدك تختار ابنك داود، هاد بالنهاية بيكون ابنك، كيف بدك تسخى فيه؟ إذا بدنا نضل عم نصلح أغلاطه لابننا ما رح نخلص أبداً، أصلاً قدرة صار مصدر وجع راس كبير لإلنا. لا أنا ما عاد أقدر أتحمل. أختي أنا بفضل إني موت على إني شوف ابني بالسجن. طولي بالك، صاري مو شايفة قديش مقهورة؟ أختي ما رح تقدر تتحمل، بعدين أسماء بتسمع منك، أكيد ما رح تعرضك بالنهاية أنت عمّا،
الأحسن تتدخل بالموضوع، اعمل أي شيء وقنعها إنه ما تشتكي. طيب رح شوفها. أمل، روحي لعند قدرة وقولي له يجي لعندي. ماشي. بلا ما أسماء تجين هلأ وتروح تهجم على ابني وتكبر الموضوع أكتر من هيك. يلا خليه يجي لعندي. ماشي ولا يهمك. يا ربي ليش طولوا كل هالقد؟ إذا طولت العملية كتير معناها في شي خطير ما؟ يعني لو في شي خطير كان الدكتور طلع وخبرنا. على الأغلب هالعمليات بتاخد هيك وقت. لو سمحتي لا تحطي ببالك الأمور السيئة. أنا متأكد إنه أخوكم رح يطلع بخير. إن شاء الله. الله يسمع منك ويرجع أخي بيناتنا بخير وسلامة. أسماء بنتي تعالي شوي بدي أحكي معك. مو بقيان شي نحكي فيه عمو. اسمعي، كنت بدي أسأل إذا في أخبار جديدة. لا عمي، نحنا كمان عم نستنى. استغفر الله، تأخر الوقت ولسه ما إجا. ألو عمر، وينك ابني؟ ليش ما خبرتني؟ إن شاء الله ياسين منيح. ما حدا بيعرف، نحن لساتنا عم نستنى. لهلأ ما طالعوه من غرفة العمليات. إن شاء الله يتجاوز هي المحنة. مين معك هونيك؟ بس أنت وأمال ابني؟ الكل هون، الأستاذ داود ومرته كمان وإخوات ياسين، يعني كل عيلته هون. إيه منيح. مساكين، إخواته بيقطعوا القلب. أصلاً هن من صغرهم عايشين بدون أب وأم، وهلأ كمان كتير خايفين يصير شي على أخوهم. الله لا يختبرنا بمثل هيك محنة بابا. آمين. إذا صار شي جديد خبرني، لا تشغل لي بالي. ماشي خبرك. طيب مع السلامة. أمل وينه قدرة؟ ليش ما إجا معك؟ رحت على الكافيه وما لقيته، الظاهر راح من هون بدون ما يخبرنا. ما فهمت شلون؟ قولي لي لوين ممكن يكون راح؟ وأنا شو بيعرفني أختي؟ اتصلت على التليفون بس ما رد علي. جربي أنت بركي برد عليكي. أخي قدرة كيف بيحمل حاله بروح من هون بدون ما يخبرني؟ يعني بده يجلطني؟ شو نوال؟ مسكر تليفونه؟ عم برن. شو؟ ما عم برد. طيب لا تتوتري، اتصلي مرة تانية بركي مو سمعانه. أنا ما عم بفهم، يعني وين بده يكون؟ أنا رح جن يا أمل، أنا رح جن. Thank you.
ياسين ابني بعده من الطريق، بس يسمح لكم الدكتور بتشوفه. دكتور طمنا دكتور، كيف وضعه؟ لا تاكلوا هم، العملية كانت ناجحة وما في أي خطر على حياته. بتشكرك دكتور. رح يبقى بغرفة العناية كم يوم، لازم يضل فترة تحت المراقبة. يعني ما في أي خطر على حياة أخي؟ بعد كم ساعة بيصحى. الحمد لله على سلامة. شكرا. شكرا لك. قدرت، قدرت ابني افتح الباب. وينك قدرت؟ خالي نوال، انت شو عم تعملي هون؟ وينو قدرت ابني اللي هو جوا؟ هو ماله عنا خالتي نوال. قدرت قدرت وينك انت يا ابني؟ شو القصة؟ ما بعرف. قدرت ليش ما عم تصدقيني؟ قلت لك ماله هون، ليش لهلا ما رجع على البيت؟ قدرت من امبارح المساء مو مبين. لو سمحتوا اذا بتعرفوا وينه ابني قولوا لي. بيكون بالمحل اللي بنسهر فيه طالما لسه ما رجع على البيت. طيب قلي وين عنوان هذا المحل؟ بترجاك فهمني، لازم لاقي قدرت باسرع وقت. طيب خالي اهدي شوي، رح اكتب لك العنوان. صب لي كمان. بكفي قدرات، صرت شربان كتير. شو رأيك أعمل لك شي فنجان قهوة لحتى تصحصح؟ وشو إلك علاقة إذا بدي صحصح ولا ضلني سكران؟ صب لي كمان. بكفي، صار الصبح، يلا روح على البيت. شيل إيدك عني ولا؟ لا تخليني طالعك بالقوة. يلا طلع بأدبك وبلا ما تعمل لي مشاكل. اتركني، خلص أنا رايح. وهي أخذت تليفوني. خد، ها، كون بعلمك ما رح انسالك إياها، فهمت؟ ماشي، بس تصحى تعال لهون. طيب ماشي. اطلب لك تاكسي شي؟ لا شكرا ما في داعي، معي سيارتي أنا. شلون بدك سوق وانت بهالحالة؟ شو هالمجنون؟ خير، على شو عم تطلعي؟ عم اطلع اذا كان في حدا جوا. على مين عم تدوري؟ على ابني، من امبارح مو مبين، قلت بركي بيكون هون. بهالساعه هي ما بتلاقي حدا هون، رجعي على بيتك، هالمكان ما بيناسبك، استني ابنك بالبيت. طيب اخي يسلموا. وينك يا قدرات؟ وين ممكن تكون؟ قدرت، قدرت واقف، لا تروح. قدرت اختي، ليش لافين له رجله لياسين؟ رؤي اهدي حبيبتي، هلأ منسأل الدكتور بس يطلع. تعالي دكتور خبرني، صاير شي مو منيح لرجله لأخي؟
في كم كسر برجله فاضطرينا نحط له سيخ. بس أخي بيلعب كرة قدم، وحتى إنه هو من فترة قريبة وقع عقد مع فريق، رح يقدر يلعب مو هيك؟ للأسف أخوك ما عاد يقدر يلعب كرة قدم مرة تانية، وحتى بعد فترة نحن لازم نعمل له عملية تانية ليقدر يمشي بالعكازات. الحمد لله على سلامته. Sanmıştım aylar geçti unutmadım seni gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda gözlerindeki